من المنطقة الحدودية مع غزة تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث لانا كلغاصي. أهلا لانا، لك أن تطلعينا على الجديد عسكريا سياسيا حيث أنت. أهلا بك. فعليا قبل قليل كان هناك تقارير إسرائيلية قد نشرت بما يخص الحرب على قطاع غزة. التقارير تقول بأن القوات الإسرائيلية شنت 450 أو شنت حرب أو قصفت 450 موقع تابعين لحركة حماس. هذه المواقع هي مقرات عسكرية تابعة لحماس، أيضا مواقع يتم من خلالها إطلاق القذائف والصواريخ نحو مستوطنات الغلاف ونحو إسرائيل، إضافة إلى مواقع يتم استخدامها لإطلاق قذائف مضادة للمدرعات. وأيضا هذه المواقع بها نقاط مراقبة تابعة أيضا لحركة حماس. إضافة لذلك تقارير إسرائيلية أكدت عن وجود إصابة لضابط إسرائيلي، وذلك بسبب نتيجة انفجار عبوة ناسفة فعليا في شمال قطاع غزة، وهذه الإصابة هي إصابة خطيرة جدا. أما الإصابة الثانية، هناك أيضا إصابة ثانية لأحد الجنود الإسرائيليين في اشتباك مسلح أيضا في شمال القطاع خلال على ما يبدو التوغل البري لقطاع غزة في الشمال. وبالتالي الآن بدأت التقارير الإسرائيلية تؤكد عن إصابات أيضا في صفوف الجنود الإسرائيليين، ليس فقط جندي إنما أيضا ضابط في الجيش الإسرائيلي. إضافة لذلك بعد انقطاع ربما 10 ساعات من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، صباح اليوم تعود الرشقات وتطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، تحديدا في شمال المستوطنات، يعني شمال قطاع غزة في مستوطنات الغلاف. وأيضا القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ مساء أمس، نتحدث عن استهدافات كبيرة سواء في الشمال أو في الوسط أو حتى بالجنوب، بالرغم من طلب من القوات الإسرائيلية. كان هناك نشر لمنشورات للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، طلبت منهم القوات الإسرائيلية التوجه من شمال قطاع غزة نحو جنوب قطاع غزة حتى تقوم باستهدافات أكبر في الشمال، بالرغم من أن كان هذا ليس الطلب أو ليست المرة الأولى التي تطلب بها القوات الإسرائيلية من الفلسطينيين التوجه جنوبا. وفي المرات السابقة أيضا قامت القوات الإسرائيلية بقصف النازحين الفلسطينيين الذين توجهوا من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي الفلسطينيين في القطاع الآن يقولون لا مكان آمن في قطاع غزة. وهذا أيضا ليس تصريح جديد من قبل الفلسطينيين، خاصة أن مع انقطاع الاتصالات، وأيضا يعني كان هناك على موقع اكس وتويتر السابق وزير الاتصالات الإسرائيلية قد كان يقول لإيلون ماسك وهو الملياردير الأمريكي الذي كان يقول أنه سيسمح بتوجيه أو خدمة الإنترنت من عن طريق ستارلينك، عن طريق نعم مؤسسته، وبالتالي نعم عن طريق شبكة ستارلينك. طبعا أنت تتحدثين عن إيلون ماسك وعادت على الأقل عن طريق شبكة. نعم طيب، على كل حال أنا أشكرك حتى هذه اللحظة على كل هذه المعلومات. من المنطقة الحدودية مع غزة مراسلة الحدث لانا كلغاصي، شكرا لك لانا.